السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، اسأل الله العلي العظيم ان يوفقك ويسعدك ويسر صدرك، صل على النبي بعد قلبي. مقطعنا لهذا اليوم يا جماعة الخير جراندينج، طبعا باقي ما دربوني الى الان، ما اخذت رتبة ما اخذت ولا شيء، توني مستجد فبدأت التدريبات، وباذن الله دعواتكم ان شاء الله انه اترقى واصير يعني المفروض اشوف مركبة اسعافية احجزناها بدولار. خليكم على مقطع لايك واشتراك شباب، المقطع خلنا نبدا الوضع اسعافات اولية يلا. طيب يا جماعه الان توني داخل، انا شفتوا الحلقه الاولى صار يا جماعه الخير، الحين يبدا التدريب. بسم الله تسجيل دخول الحين. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، تسجيل دخول عجمان الشمري، يا مرحبا بالجميع. اقطع البلاط يا لوح، توجه لي المكتب. ليش سويت؟ سمعت يا عجمان يا لوح، توجه لي المكتب. لي لوح لي لوح. سم استلمت مو سم يا عيال، ما اعرف استلمت يا ويلي يا عيال، ما قلت شيء. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، سجل دخول، يعني مسلمين احنا ما اسلم. وين مكتب؟ ما ادري المكتب وين، ما ادري القسم، ما ادري القسم. نايف جيب لي ذا عجمان المكتب. علم مكاك يا عجمان؟ بالقسم. مكاك بالضبط بالقسم. ابلش ما اعرف. بالصاله بالنص. صاله الصاله، انت بالصاله، يلا جايك الصالة، جاهز القهوة والشاي. يا ويلي يا ربي يا ويلي، وش أسوي؟ ايش؟ أنت عجمان؟ إي نعم. شو البلغة هذه؟ جبها من الصالة، جب اللوح هذا. ليش أبلش؟ يا رب اللهم صدرني. استقبال اسمه مو صالة. صالة من وين هذه يد؟ السلام عليكم، ما أحس يعني هي بالنص، فقلت صالة. ايوه. صالة واستقبال كلها يعني. ما شاء الله سويت عملية تجميل؟ اي نعم طال عمرك. هذه عملية تشويه مو تجميل والله. طال عمرك. ابدا ما صرت جميل ابدا. ودي اضحك طال عمرك. 38 عمليات تشويه خروج يعطيك العافية. هذه اسمها عملية تشويه. ما بعرف بدك تحيي. انا اسف. تعال. دري 400 ارحب معليك. يا زي الخروج يعطيكم العافية. هلا والله. حياك الله. يا ويلي يا عيال. رب الكعبة انه معصب. يا اخوي نعم. نعم نعم ايش نعم الله يسلمك. نعم. هذا الوجه نعم. الضيق المكتب هذا اسمه عجمان، يعني يقول مساكم الله بالخير ومساك الله بالنور والله. مرحبا، كيف الحال؟ الله يسعدك، مرحبا الف. هذا سريه، وش هذه طلع ما عنده سريه هذا. تعال يا لوح. هذا مجرد. وش مجرد؟ انت يعني ما عندك بيت، ما حد يحبك، تريد انت ما حد يحبك، عشان كذا ما حد خذاك بالسريه. معك نائب شيكو. حياك شو اسمك؟ هذا هو قدام انا. ايه؟ دقيقه بس. ومعك سلفستر صديق لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ابد انا ما كان انا قائد طير صعيد. صح سم ابشر طال عمرك. سم اسحب عليهم ذولي. تعال طيب، طلع ما راح احترم نائب السريه. يلا يا نائب السريه. الله يسعدك، خلاص انا بروح. الله يستر عليك. طلع الساحه هذه. لا 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 مو كذا ترى. هذا مدري هذا بالحمام ولا الله يطول عمر. خلاص فاهم مع هذا والله. خلاص انت ما عليك، مطلع انا بروح. خلاص البنت طاح ترى، راح خذها. هذا اللي مات ياسر، الله مات من الار بي جي حقك. ذا الراس خلاص. بالعموم يطلع. تعال يا نايف. سم يا طول عمر. يا لوح تخلص يا طول عمر، ابيك طول عمر. حتى انا طول عمر ابغاك يا طول عمر. انقلع طيب اروح يعني ما اجي. يقول ليش ليش انت الحين يا لوح؟ الو انا لوح. انا اي لوح انت. يعني انت الان دخلك العسكريه واسطه وفوق كذا، كيف تسجل دخولك؟ بالله جاوبني سجل دخولك. اخر سجل بقاله في جنوب سجل دخولك. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، تسجيل دخول عجمان الشمري. اقطع البلاغ ابد كذا. ما شاء الله يا توجيه الوحدات ما شاء الله. مو يعني زملاء عمل واتكلم عادي. اي صادق. لا والله صادق. اسمع انا بس بقول لك، اطلع من الراديو. اطلع من الموجه. موجه 4. تعرف كيف تطلع ولا ما تعرف؟ اي اعرف. اصبر طال عمرك. ها طلعني. ايوه احنا مو زملاء. مو اجي اسلم سلام عليكم. اي انا اخوي. لا 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 ابدا، احنا زملاء وكذا. طيب انت تدري قبل
الله يعطيك العافيه. انا دخلتك بصفتي ايش؟ قائد للشرطه ولا؟ نعم ايوه انت القائد. قائدي الله يسعدك. إيه؟ انت شبهك. اي انا مع اي انا معدني قائد الله يعطيك العافيه. اما دق 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 القمري اعطني واحده يلا دق دقيقه. هذا لوح هذا. انت تقول ماني قائد. اي معدني قائد الشرطه بس اني نائب قائد الشرطه يا لوح. من اللي يدق تحية؟ أنا. إيه دق لي تحية يلا. صبر طال عمرك. استعد. يدي يدي ما أعرف طال عمرك شلون. استعد. تحية 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 تحية. دقيقة طال عمرك. تحية. صبر شلون؟ عضلت فذري. أنا بقعد أعلمك كل يوم طول كل يوم بعلمك كذا أنا. عضلت فذري. تحية. إيه والله طيب. أبشر أبشر طال عمرك. وينه وينه. دخان تب تحية. دخان يا لوح. ابشر ابشر دخن. نسيت دخن مين انا ما شفت هذا ثواني تم طال عمرك ما شاء الله على العسكري الممتاز اللي دق تحية بس. بعد كم سجلت انا في دقيقة وكم 45 ولا 48 ثانية 48 ثانية ويتكلم هو دق تحية ما شاء الله ابشر طال عمرك شوف ويتكلم برضو ما شاء الله اللي دق تحية ما يتكلم يا لوح استري 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 انت والله ما ينفع معاك يا حبيب قلبي الا عادة تحية تم طال عمرك قلت لك استريح قلت لك استريح 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 اقول لك استريح طال عمرك ما شلون يدي علقت تم طال عمرك الحين في اشياء انا جديده علي والله ودي اعرفها وشي الحين انا ليش اذا دخلت ما ممنوع اني اسلم وليش اذا دقيت تحيه ما اسولف معك لان ليش لان يبي لك اعاده تاهيل تعرف السيستم الشرطه كامل وتعرف كيف انت تقول لي انا عندي خبره يوم اني وظفتك وش قلت لي قلت لي عندي خبره وانا حلمي اني اكون عسكري وين انت بتصير عسكري وانت ما تعرف حتى تسجل دخول انا عندي خبره بس انا عندي حس امني والله تسجيل الدخول يكون عن طريق ايش بالراديو تقول تسجيل دخول اليونت حقك وش اليونت حقك ما تعرف صح لا قلت لك يونتك 777 777 اي تسجيل دخول 777 لا مو 777 معليش ها 780 تسجيل دخول 780 توجيهاتك لمركز العمليات توجيهاتك مركز العمليات بس في شيء اصعب من كذا لا والله تسجيل دخول 780 توجيهاتك مركز العمليات في شيء اصعب من كذا لا والله سهله مره ايوه طيب تعال سم جيبه 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 يا يعني. امشي تفضل شلتنا قدام القائد والله تو ما ادري يا والله بديت اخاف انا هذه اولها يا ويلي يا عيال غسلني غسل يا عيال وش ذا بتدرب تسجيل دخول قال السلام عليكم مساكم الله بالخير كل حسب توقيت مشاهدته بعد هذا الناقص كملها بعد دقيقة طال عمرك ضيعت الماوس ضيعت الماوس كملها لا كل احترام والتقدير طال عمرك ما ادري طيب طال عمرك متى ترقيني ارحم علي لا 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 وصلت مرحلة وصلت مرحلة متطورة ليش؟ مش اللي متى انت الحين توك الحين بسوي لك عاده تاهيل تقول لي رقيني انت لو عند انت طال عمرك في خشمك انت خشمك مع الجنبي من بالله هذا وجهي شوف الهالات اللي بعيوني والله تعبان طال عمرك انا تعبان عشان اصير عسكري اي تعال تعال انا سوف انصرف جاني اتصال انغسلنا يا جماعه فاز جدا الله انغسلنا جدا ممتازا جدا نايف طلع فورد لا ابي ودي في افضل من فورد وش تبي يا عمري وش ابي كذا سياره كذا سريعه وش مثلا تشالنجر مثلا زي اكس تي تشالنجر اي والله ايوه طيب اي يلا سد حلقك وركب مع الفورد يلا احا ركبه معك ركبه معك يلا تفضل معي يا سالي تم هلا فكرته معالي ماجد فكرني معالي والله ان وجهي هيبه يا اخي هيبه يا عجمان اسهل شيء في السبيدي تجي الدخول تجي الخروج ما تعرفه قسم بالله العظيم قسما بالله اني ما اعرف ورب الكعبه ما اعرف والله عشان كذا انا اسهل شيء حرفيا ما ادري يا اخي ما ادري غسلني غسل الله لا يوريك وانا ودي اترقى ودي هذا اتوقع ما معك اي ترقية الحين بطول كذا مصيبه يا اخي اي خلاص جيبه جيبه المطار لا لا جيبه سام سام يا طلو أبكي أنا ولا وشو؟ يا تهيل الحين تعال تعال سم يا أخي الحقني الحقني يا ماد يا نايف قرارة الموت الله يسر مش بيصير سم أنزل سم ما ادري ايش صار سم انزل اقول لك انزل في سي في سي شو اسمه حقي عضلة اف مو اف هذا شيء هذا امورك كذا الحين؟ اي امور تمام. بمشي قدامي يا لوح. وقف وقف دقيقة. اسحب لنا سلاحته يا نايف.
لا 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 طال عمرك ليش؟ اقول لا تقول ليش وايش؟ لا تقول شيء. شلون بدون اسلحة؟ تنفيذ. والله اني اعرف. تنفيذ. والله عندي حس مني. تنفيذ. تنفيذ للاوامر. اسحب الاسلحة. انا سحبت انا سحبت. تعال. تعال يلا. وش بس ابيض ابيض يلا. لا ما انا بتتدرب فيني انت بتذبحني طال عمرك وشو لبس التدريب ابيض بابيض البس لبس التدريب ابيض بابيض زقاره انا طال عمرك ليش تلبسني ابيض طيب حطني اخضر لا يلا البس اخضر البس اخضر الله يطول عمرك ادري عنك يعني البس ابيض يا نوح وصدق قليل لا فالس الثالث لا يا حبيبي البس ابيض بسم الله تعرف ولا ما تعرف؟ ايه نصبر لا دقيقة دقيقة مشكلة هذا لو غير لبسه بيجي السنة على اساس ما يلبس لبسه خلني افكر انا لبسني قال عندك امشي 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 يا لو امشي 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 اذا قلت لك امشي امشي ابشر اركب 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 معي اركب الله سيارة حلوة هذا معنا يا ناي هذا هذا واضح انه ابدا ما راح يستمر معنا ابدا لا طال عمرك نسبة قبولك بالعسكرية من الان نسبتك 1% لا والله يا طال عمرك انا وين تحطني انا طشني بالميدان وشوف ايش اسوي طال عمرك انا عارف ترى والله ما هو يبعد ايشك بالميدان اعرف كل شيء يعني بالفطره وعندي حس امني واعرف اعرف وجه اللي يجيك ملعون والخبيث اعرفهم وطبعا الحراميه وزي كذا والله وقبل شيء ايه وقبل شيء سجل دخولك السلام عليكم مساكم الله بالخير او صبحكم الله خير لا لا غير صحيح تسجيل دخول يونت 780 توجيهاتك مركز العمليات ما تقول يونت بدون يونت تسجيل دخول 780 توجيهاتك مركز العمليات ها عرفت كيف تسجل خروج كيف تسجل يلا عيال تبون شيء السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله لا صادق صادق عز كريم فاز تبون شيء يلا السلام عليكم لا تنسى اللايك ولا بعد هذا قولها بعد قولها لا قولها اي والله قولها عادي عادي الاشتراك مهم والله عشان انا استانس ما ادري عنك يعني قولها بعد واذا ما انت مشترك اشترك انزل 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 سمع اصبر حبيبي تسجل خروجك نفس تسجيل دخولك بس وشو تسجيل خروج 780 يعطيكم العافيه جميعا انزل يلا بس قاعد انزل اي عادي يا رجال انت عسكر بالفطره تقول لي اي نعم بالميدان ارفع صوتك طيب اه اصبر طشني بالميدان طال عمرك وشوف ايش اسوي اذا ما وطيت على بطن اي واحد فاسد اذا ما وطيت على بطن اي واحد يحاول يضر الامن والامان بسمع اعطيك اخر فرصه ابشر تدري وشي خلي نايف يختب تم يشرح لك المواضيع يشرح لك كيف النظام بتنجح بتكمل معنا ما راح تنجح الله يستر عليك لا ان شاء الله بنجح باذن الله الله يعطيك العافيه نايف عندك التدريب انا قدامك طيب. خله يغلط قدامي يا رب عشان لا ان شاء الله ندفعه هنا ندفنه هنا لا باذن الله بس ما معي اسلحه ما يحتاج اسلحه تدري ما يحتاج اسلحه تدريب بدون طيب. اسلحه حلو تم هي بشوف بلاغاتك طيب اول شيء عرفنا نفسك بلش عجمان الشمري العمر 80 سنه تعب قلبي انت قاعد يقول لك اسمك 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 عجمان الشمري 680 780 780 عجمان الشمري 780 نعم والله يا عجمان وش رتبتك ما عليك زود مستجد يرن اخيرا جاوب صح الحمد لله لك يا رب قايل لك بدايه خير بدايه خير طيب ممتاز راح يعيد نفس السؤال مره ثانيه عرفنا عن نفسك عجمان الشمري 780 وليد 780 وليد 780 نعم الرتبه وين مستجد انا ما عندي رتبه الى الان طيب لا جاء احد قال لك عرفنا عن نفسك او عرف عن نفسك قول مثلا نايف الحربي 116 رتبه ملازم اول ممتاز زي كذا تفضل عرفنا عن نفسك عجمان الشمري 780 الرتبه مستجد والعمر 30 احسن اذا احنا عندنا طيب. قبول من 24 انا عمري 4 انا ما كيف تقول لي 30 وتبي تدخل عندنا لا العمر ما يتعدى 27 فوق 27 ما يقبلونك معروف هذا السيستم عندنا امزح انت وش قلت ايش قلت عمري ولا عمري 25 25 توني داخل 25 يعني بكره يوم ميلاد اذا بتجيب هديه خلني ابحث ولا شيء خلني ابحث شوف كم عمره ابلش عجمان ابلش 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 يا رب ما يطلع عمري انا كم حطيت عمري انا واني عجمان الشمري صح اي نعم يا ويلي انا كم حطيته اصاب في عينك 1980 عمرك 40 سنه يخرب بيتك هذا عمره 43 44 بعد لا لا العمر مجرد رقم العمر والله مجرد رقم اقسم بالله الخبره الخبره هذه تفيد طال عمرك الله يطول عمرك على طاعه الرحمن والله يا المخلوق الله العظيم اني احبك في الله انت عمرك 1980 خرب بيتك يا رجال انا انولدت انت عمرك 16 سنه ايش هذا شفت يوم انولدت انت هذا مو هذا المفروض نحط على طول نقعد على وكيل رقيب هذا والله نعينه وكيل رقيب ونقعده
ياخذ راس واحد على طول. اما الخدمة جربني وش خسران والله لو تجربني انك ما تندم طال عمرك والله. اسمع ها. اسمع واحد سألك كم عمرك تقول له كم 24 تم. هو واضح احنا فاضيين في سن شباب طول العمر مو واضح عليه عرفت. نعم. عمره 44 والله ما ادري ما خش مدام مسوي عمليه تجميل ما اظن. لا امرك صدقني واثق فيني الله يدخلك الجنه بس جرب. يلا 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 كمل يا ناي. طيب ادخل يا عجمان موجه 5 5 موجه 5 الان الان ادخل باذن الله من الله موجه 5 حلو اي نعم صحيح. طيب دخلت كودك نفس ما قال جايد 780 نعم صحيح. يلا سجل دخول في الموجه. ابشر الان وشو دخلت تسجيل دخول 780 توجيهاتك مركز عمليات. لا لا يا طول عمر والله انه في تحسن يعني بصدق. نعم. طيب الان طيب. جت قدامك حاله اطلاق نار كيف بتبلغ؟ في ناس تطلق النار في ناس تطلق النار. تعالوا وجه وجه الان عند المطار. شارع وسيع وفي طياره صفراء بسرعه بسرعه الله يرحم والديك مين يا عيال اللي يموتون اللي يموتون بسرعه يا عيال. يلا يلا يا عيال يلا وياكم في الاستراحه هم طقت بلوت اخر الليل ايش هذا. بلغ يا حبيبي بلاغ واضح انا ببلغ الحين 780 العمليات بلاغ بلاغ الاهميه 780 حاليا امامي اشخاص يطلقون النار وديه لي وحدات دعم حاليا في المطار كذا بلاغ واضح وصريح. اما تبلغ يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال وينكم يا عيال ايش في بتخبص الراديو فوق تحت انت. اي بس عشان كنت بيهم يجون بسرعه. طيب هم اوريدي لما تقول بلاغ الاهميه بيوجه لكل الوحدات. اه يعني بلاغ الاهميه امامي اطلاق نار توجه الى المطار. ابدا ابدا ما راح توجه. بلاغ الاهميه 780 حاليا امامي اطلاق نار بشكل واسع وجه لي وحدات دعم بعدين تذكر الموقف. دقيقه هذه ما ينفع في الراديو لازم تبلغ بلاغ كامل. صحيح بلاغ الاهميه امامي الان اطلاق نار واسع حاليا في المطار ارسلوا لي وحدات امنيه. ممتاز لا باس حلو لا باس. لا بس اقول لك وش المشكله يعني كودك ما ذكرت الكود العسكري حق كودك بس ما هي مشكله. طيب اسمع اركب السياره معانا خليه يسوق. سوق انت انا سوق هي اجل مين يسوق. ابشر يا عجمان اسمعني بالراديو ولا لا تفتشلنا تكوى. صحيح اسمعني. اي نعم بكل وضوح طال عمرك. حول ممتاز الان حول في بيتكم هذه يا عيال. اي طيب. اي غلطه انا موافق قدامك على بحر. ابغى كيو ايش تسوي؟ بلغ وش هي اول شيء وش هي بلغ الاهميه وش هي؟ لا مو بلغ الاهميه 780 حاليا امام استيقاظ مروري مع مركب كابرس قاعد توحر. 780 امامي الان كابرس لون اسود وابيض لون اسود وابيض جالس وحط في المطار جالس يفحط الان عند المطار ارجو التوجه الى المطار. ولا بلغ صح وين السبتي؟ وين السبتي؟ أهم شيء السبتي. شو خلاص السبتي يا لو؟ كيو. كيو كيو أيوه. ألت الحين. عضت الألت. ألت ألت. أيوه. يلا طارد الحين طارد. شو قول؟ لا تفشلنا تكفى. لا تفشلنا. قل وقف يا مواطن. وقف يا مواطن. وقف على جنب مواطن. وقف الآن بسرعة قبل أطلق عليك النار. وقف. انزل السيارة. شو يوقف قبل أطلق علينا؟ مرة أنت عشان تطلق علينا من؟ يا جماعه ما انت عشان تطلق علي النار. خلاص يلا عيد 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 يلا روح. وشو انا ايش اللي عيد هذا ايش قاعد تسولف فيه ذا عشان بوقفك يعني تبغى شيء ولا امشي؟ نعتذر منك يا مواطن لحظه يا مواطن معليش معليش احنا اسفين. وقف ثواني وقف ثواني وقف ورا وقف ورا وقف ورا نفس الدوريات عرفت البداري وقف ورا ايوه طفي سيفتي طفي الموتر ايوه قول طفي المحرك طفي المحرك تصدم موتري طفي المحرك طفي المحرك ايوه روح ليه تصدم موتري انزل من السياره نتفاهم معك ايش موترك لان الحكومه بخش مريال انصرح لك انزل من السياره الان يلا عطني فلوس اول بعدين انزل اصبر وين سلاحي ما معي سلاح ايش عندك تفحط هنا بالمطار انت ما تخاف على وانت معك سلاح الا معي معك سلاح الا معي بالسياره بس انا ما ودي اخوفك انت كمواطن ما ودي اخوفك ارفع عليك سلاح ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك ابشر ارفع يدك ابشر ابشر ارفع يدك وشلون ايوه من اللي من اللي هذا انا 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 كلب انا كلب لا لا لا, لا. انت كيف تنزل مواطن بدون سلاح او صح احنا ماخذين السلاح انت ماخذين سلاحتي والله ولا كنت بطلعه والله خلاص انا فيني صرت مايل سويت مايل انا ما سويت شيء وقف طيب عضلة تف ارفع يدك ونزلها عادي اثنين انا ضغطت انا جميع الافات ها طال عمرك انت اعطيتني سلاح صح؟ ايه تخيل انه كنت هذا شوف بالله عليك ما تخاف ولا شوف 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 خليك راكب شوف شوف
انزل من السيارة، انزل من السيارة الحين. ليه ليه وش مسوي يا نسكري؟ الكعبة إذا ما نزلت ورب البيت التفحيط هذا العطير أم الكعبة الأحمر. سرعة احتاج وحدة دعم، احتاج وحدة دعم الان، احتاج وحدة دعم في المطار المدني، في المطار المدني يسار يسار انت خلاص وقف. ايوه ما تحب تسوق، هذا مش قل له تنزل تعرف عن نفسك بعدين قل له السبب انك وقفت، فهمت؟ لا ترفع عليه سلاح على طول، يعني ترى هذا قاعد يبحر. طف المركب فهم. طف المركب، طف المركب، طف المركب، مركب وش وبحر احنا. طف المركب ايش عندك تبحط هنا؟ شيك شيك ايش عندي؟ هذا داخل طال عمرك انا اضحك عشان احس بالامان، وش عرفك ذا؟ عشان يقول لي يضحك مني انا وجهه كف والله. طيب انت الحين اذا جاء مواطن فحط قدامك هذا الشيء ضروري ما هو جنائي، لو انا صارق بقاله ولا طالق نار زي كذا تشوف كذا خلاص يعني ايوه يعني كذا الله يعطيك العافيه. وش واحد طلق قد نار قدامك وخلاص خليه اطلق عليه. ابشر اطلق عليه كريم الزفت هذا بالكفر حقي ولا طلقه. احنا اطلق عليه اطلق على الكفرات. يلا صحيح نمشي بسرعه وانا اطلق وانا اسوق. ايوه انت سوق اطلق عليه اي دخت دخت ورب الكعبة بطرش دخت صار والله العظيم لو انه بس اثنين وقف وقف تم والله لو اثنين بس مجرمين اقسم بالله العظيم لا يحطونك تلحيط قدام قدام روح يا الله يا اخوي قلت لك وقف 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 تم اسمع وش عندك تفحط؟ انا عندك تفحط ها؟ عندك تفحط ترى هذا التفحيط ما يصلح، التفحيط اقسم بالله ناس ماتوا من التفحيط، والله يا وليدي ما يصلح، والله يا وليدي ما يصلح ورب الكعبة. عندك لاق ولا وش السالفة ولا ايش يعني؟ ترى الحين هذه الحالة الجنائية وقبل شوي التفحيط، ضيعت انت بين التفحيط وطلق النار. طلق النار تدري يا طول العمر فوق هذا اني انا جلسة غشش يعني في السيارة، ما في اي فائدة فيه يعني، مو قاعد يسمعني ولا شيء. اسمعني يا عجمة. قرب علي بسروال درش. انا بروح هنا، بروح بعيد عنك. حلو. إذا ما رجعت. ولقيتك انسان مختلف جذريا واسالك اسئله حلو. حلو صدقني صدقني راح تشوف شيء ما شفته عندك الموضوع يا نايف اشرح لك كل شيء بس سم امر يا طلع تكفى يا نايف تكفى تكفى رزقي يا نايف بعد الله بيدك ولا تقطع رزقي تكفى بصير تكفى بصير عسكري والله ان هذه امنيه حياتي وانا والله لا اخدم اخدم هذه المدينه واخدم باذن الله ولكن احتاج منك انك تسمع مني الكلام وركز زين ابشر سم. طيب اول شيء نبي نبدا في الاستيقاف المروري ممتاز سم. طيب اول شيء راح نعلمك اياه بشكل سريع الحين لو واحد قدامك فحط نفسه قبل شيء ايه ايش راح تسوي معه توقف تشغل سيفتي نايف تكفى نايف عندي شيء خليك معي خليك معي دقيقه نايف ها يلا اسجل كل شيء بالدفتر وانا ولد مشواح بسم الله ها نايف اي علمني وشو وشو وش اكتب طيب مو وش اقول قصدي اول شيء للشخص قدامه قاعد يفحط حلو ممتاز ايش تقول له وش اقول له تقول له وقف على اليمين يا مواطن ممتاز دقيقه تقول له يوقف على اليمين يا مواطن حلو ممتاز حلو بعدين بلغ العمليات ايش بلاغك العمليات اي وش اقول 780 للعمليات 780 عمليات حاليا جاري استيقاف مركبه من نوع كابرس حاليا جاري ايقاف هذا رسب مره ثانيه لا لا قاعد اتعلم طال عمرك قاعد نعلم عليه عادة تهين من القايد هذا منو هذا اللي يسولف هذا الملازم عبد الله طال عمرك الله يسعدك ممتاز ايش بتقول له وياك بالله في المواجهة 780 عمليات حاليا جاري ايقاف مركبه كابرس نوع كابرس كابرس اي نوع كابرس باللون الابيض والاسود لازم تذكر اللون لازم ايه. باللون ايه وتعطيه اخر اربع ارقام من اللوحه اللون مثلا نقول 1 2 3 4 الابيض ممتاز ممتاز الابيض
سبب الانسكاب حاليا تفحيط. ممتاز. بعدين تعطيه الموقع مطار المدني. حلو. الموقع المطار المدني. حلو. ممتاز. طيب. بعدين تنزل من السيارة. لا ترفع سلاحك ولا أي شيء. ممتاز. عشان ترى مواطن. ممتاز. لا تسوي له شيء. حلو. انزل عرف عن نفسك. برز لهويتك زي كذا. شو قول له؟ قول له السلام عليكم. معك الملازم أول نايف الحربي مجرد السبيدي. دقيقة دقيقة. تعرف سبب استيقافك؟ بعدين أقول له. بعدين أقول له عارف وش سبب إيقافك؟ قل له أنت ليش فحط وزي كذا. إذا أعطاك سبب مقنع مرة هو إنه مستعجل وزي كذا عادي اتركه لا تعطيه مخالفة. لكن ما عنده سبب اسحب مخالفة خله يلقى عشان مرة ثانية لا يعيده. ممتاز جدا. يلا الحين بعيد أوكي؟ باخذ أنا كابس فحط بالله بالموج. تم ما عندي مشكلة تم وأنا واثق من نفسي وأنا من أول مرة تراني أحفظ. يلا أنت يلا. يلا الحين الآن بنشوف. يلا. تم. روح الفورد. يلا. ايه تصيح حاليا علمت على الاستيقاظ. نعم الحين عرفت كل شيء طال عمرك. كل شيء نعم. سجل دخولك في الراديو. نسيت دخولي. يا الله. تسجيل دخول 780 توجيهاتك مركز العمليات. حياك الله. توجه وسط لوس 10-4. استلمت 10-4 تنتو ما هي عندي. استلمت. طيب بلغ عن حاله اطلاق نار امامك. يا ابلش ايش حجرني بطلق نار. طال عمرك الحين على انك انت فحط وانا بوقفك زين وشوف هل في خطا علي ولا لا. حبه نبدا ايش رايك؟ يلا اول شيء طف سيفتي هلا طبيعي عشان لا يعرف المواطن. اي لا سجل. لا عضلك كيو 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 كيو. ايوه اوقف الحين صح؟ ايوه بعدين ابلغ عليه. ايوه الحين صح؟ شوفه قاعد يطارد. اول شيء تقول له وقف المواطن على الجنب. ايوه قرب منه وشغل سيفتي. ايوه طارد شوفه ورا. ايوه ممتاز. وقف على يمين يا مواطن. وقف على يمين يا مواطن. وقف ورا الحين. 780 عمليات حاليا جاري ايقاف مركبة نوع كابرس باللون الابيض والاسود واذكر برضو نوع اللوحة. احسن. نعم بسم الله الحين نسوي. السلام عليكم. السلام. معك 780 المستجد اجمان الشمري. لا لا يلا سلام. ما خليتني بسرعة. المفروض يا لوح تقول طف المحرك راجع لك خلاص. انا قاعد بنمشي انك قلت لي طف المحرك خلينا نشوف الباقي. روح كمل. يلا خلاص يلا يلا روح كمل. وقف. السلام عليكم. طف المحرك لو سمحت. تقول لي طف المحرك قبل لا تنزل من السياره. اي نعم طف المحرك. يلا طفيت. وش اللي كرر كلامي ببقى لا بس انا نعم يا عسكر. معك 780 المستجد عجمان الشمري من شرطه SPD. عارف وش سبب ايقافك؟ لا ما عارف. طيب بشو. انت جالس تفحط الان عند المطار والتفعيط انت عارف انه تفعيط يذبحك اولا ثم يذبح الناس وهذا شيء ضرر كبير. ليش تفحط؟ جاوبني بكل صراحه. يا اخي الموتر قاعد يزل كابيز ترى اقسم ترى شوف انا متردد الحين اعطيك مخالفه ولا لا بس وجهك بريء ما ادري. اسمع لا تبكي يا الله. لا ما راح اعلم ابوك بس اقسم بالله انا سجلت لوحتك لو شفتك عيدها والله لسجن قسما بالله والله. لا خليك تاكل عدس تلعب بلوت تفهم. يلا توجه ولا تسرع. احسن. ايوه ها المفروض العسكري يكون ايش متسامح. نعم صح. طيب الله يوفقك. طيب اسمع يعني انت قلت لي كلمه حلو. وش هي؟ قلت لي ان انا بقدر اثبت نفسي في الميدان. نعم. اركب معي تعال سوق السيارة. شايف صادر الفور؟ ما قاعد يسوق. يا الله. اركب وباشر معي ميدان خلني اشوف الوضع. ابلش امزح. اصبر ابي رتبه. يلا اركب. اركب يا نايف. كيف بحدد لك مكان روح له دائما هناك في مواطنين وكذا. حلو تم. انا بشوف كيف مباشرتك في الميدان. ابشر طال عمرك. مع المواطنين، مواطن زاحف. نعم. مواطن قاعد يذلها، ابى اشوف كيف تتعامل معه. ابشر بطال عمرك. باذن الله باذن الله انت تستمتع. طيب طال عمرك. ما تسرع اسرع. ودي اقول لك شيء طال عمرك. السرعة تعرف السرعة ايش تسوي؟ يمين 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 يمين. ودي اقول لك شيء طال عمرك. اسلم. وإذا ما أنت مشترك؟ خلاص أمن عليك، الله العظيم إني أحبك يا شيخ. وشو؟ مثل ميانة يا حبيبي. لا أحبك يعني. خلاص يا حبيبي أعطيتك وجه لا تقعد تفلها. راح في بدني. راح المكان اللي محدد. ها؟ تم طال عمرك. أبشر. يسار يا لوح. أبشر. هذا قاعد يلوحني كثير لا أخطف والحين.
بس اني اغليه واحبه والله 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 اعلم من هو من هو مديري اعلم من هو قائدي والله العظيم. ايه شالوها شالوها خلاص ما عاد صرت قائد صدق نعم. من القائد الحين؟ كافه وشو؟ نعم كافه صار القائد للاسف الموت تكفى مقابل كافه تكفى. ودك قابل تتحدني بريال؟ لا ورب البيت انت انت, انت راعي الاول وانا اخوك. ايش 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 اللي وراك؟ شوف هذا 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 راعي البيم راعي البيم راعي البيم وقفه راعي البيم شغل السفتي. طيب ايه اصبر شغل السفتي مين؟ انا ماني عسكري يا اخوي مو انت. وقف على جنب راعي البيم وقف على جنب طف المحرك طف المحرك طف السيارة خله يوقف على جنب اول وقف على جنب وقف على جنب لا 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 مو كذا لا تصدم لا وقف على جنب. طيب يا 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 ما ادري ايوه اجمال طف المحرك انا انت بس صدم فيني ليه؟ طيب ابي اعلمك ليش طف المحرك الان طفيته؟ طفيت المحرك يلا جايك بسم الله. جدول علي السلام عليكم كل جدول عليك ما جدول خل بقوله طيب خل بسولف اصبر طيب السلام عليكم معاك 780 المستجد عجمان الشمري من شرطة اس بي دي عارف ليش تم ايقافك؟ ما عليك زود سبب ايقافك انك معطل الطريق وجالس تمشي 10 والطريق سرعة 120 وليش؟ احسن الله اكبر الله اكبر حبيبي حبيبي اعطيني شخصه اعطيني اعطيني شاخصه واحده تمام ايوه يقول ان سرعه الشارع هذا 120 يلا. انا اقول لك انا اقول نعم انا قائد يا وش تقول من حضرتك عشان انت تقول معاك المستجد 780 المستجد اجمان الشمري من شرطه اس بي دي يا حبيبي خليه ينزل خليه ينزل اعطى مخالفه انت كل شوي انت كل شوي بتعيد لي انت كل شوي بتعيد لي نفس السيناريو انزل انزل عشان بعطيك مخالفه بسرعه انت انت بقى انت بالع على الاسطوانه تعيدها كل شوي انت معطل السير ترى انزل لا تغلط يا حبيبي عشان ما انزل وارش انزل انزل لا تغلط على العسكري العسكري كان محترم معك هذا الصوت هذا الصوت مو غريب علي هذا الصوت اللي جالس اسمعه مو غريب علي يعني العسكري محترم معك نعم لو سمحت احط العسكري ثواني بس انا اشوف خلينا نشوف مين بالله نزل نزل دريشة بالله بالله معك عقاب المخلوط نعم والله ونعم اي نعم ونعم ثواني دقيقه دقيقه يا حضرت عقاب حبيبي تسولف مع عقاب بالسياره وانا برا ما تحترمني انت ادري هذا مو محترمك مو كلبشه كلبشه طلع كلبشه طلع عندك بنزات ولا ايش وش ذا كلبشه 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 يلا يلا كلبشه تعال ما شفت شيء اصبر انا اشوف هذا وين الكلبوشه احمد ربك ما عندي كلبوشه اليوم ولا رب الكعبه لا كلبشك على طول تفهم انا اعطيك انا اعطيك يا طويل العمر يا طويل العمر طب انا 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 جاي انا جاي اقول لك تحيه يعني انا علمك انك انت مو محترم العسكري اللي قدامك انا محترم انا محترم انا اسولف معك وتقعد انا محترم يا طويل العمر بس بس انا يعني 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 حبا واحتراما وتقديرا لك اي لا بس العسكري كان قدامك والله شوف 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 يا اخي والله قلت له نعم 30 مره طيب ايش فيها ايش فيها ضيق ايش فيك اسمك انا شهقر ديمتري حياك الله شهقر ونعم انا واكرم والله شوف يا شهقر ما عليك زاد شهقر لو واحد غيرك ورب الكعبه اني لا اكلبش واوديه اقرب قسم لكن عشانك انت تحب قائدي وسيدي واعلم من هو قائدي عقاب المخلوط كان والله العظيم لا محطك هنا لكن عشان تحبه بمشي لك الله يطول عمرك يا حبيبي الله يطول بعمرك البس العون لان تخبر الحر الحين ايه لا 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 اللي ما يلبس نعول تعطيه مخالفه ذوق عام نعم الامور طيب نعم لا 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 ذوق عام وش 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 مسوي انا طويل العمر اللي مو لابس نعول عليها ذوق عام خلاص الحين رح نلبس لعيونك حبيب. يا حبيبي يلا يلا, يلا توكل على الله التوفيق شكرا بس 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 ابيك يا حضره العسكري انت اللي هنا بس ابيك ثواني بس بتكلمك كذا الانفراد بعد اذنك انت بنت بخليك الساحه ثقيل بيد ايه اصبر اصبر دقيقه قبل لا اجيك اصبر الوضع مو بهذا خلنا نجيك اصبر رقم 4 لا لا الامور طيبه والله بس بكلم يلا قول تفضل شوف لا تقعد تعيد الاسطوانه نفسها اكثر من مره هنا 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 المواطنين تمام اذا شافوك تعيد الاسطوانه اكثر من مره قويه ترى انتبه انت تدري من انا انت انا عجمان اللي ما بسود الليالي حيدر عيني ورب الكعبه لا انظف لا اوطى على بطن اي واحد فاسد في هذه المدينه تفهم ولا لا حي عينك ممكن اول مره تشوفني حي نباك حبيبي استريح لكن بتشوف الاشياء هذه مستقبلا يعطيك العافيه بالتوفيق الله يعافيك يا حبيبي شهقر 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 يا ليت تغلطون بس ما شهقر اسمك اسم اسم سحره نظر عيني يعطيك ارجع تعب قلبي يا حبيبي
بالتوفيق يا شهقر. الله يوفقك خير. الله يوفقك الله يعافيك. روح رحمين 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 في حاله طلق نار قدام. خلني اشوف شو وضعه. يلا وين وين روح قدام قدام سيد. شوف الرادار عندك طالع لك انه في قدام طلق نار. ايه نعم السالفه. اه هو يمين. لا 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 خله 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 ما نزل ضحهم تكفى. لا 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 هذا حاله 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 ما لنا يتدخل. وين روح طال عمرك. اصبر ما بيموت من اول يوم. اصبر ما اخذت راتب ما اخذت شيء. وش اللي ما تبي تموت انت خايف حبيبي قاعد تكرف امي واموت من اول لحظه بدون ما اخذ راتب. يا حبيبي انزل انزل جاهد جاهد يا ولد. لا تخبط على امرك. تبي تصادق ولا طقطق؟ انزل انزل اقول لك. ابشر انزل هنا ولا اروح البك. بقاله الحاله. وش الحاله يا جماعه الخير الحاله وش هي؟ ايه ابد انا برد عليك موجه خمسه. يب اما فل خلاص امشي. نمشي. ايه بس شوف شوف طل عليهم. اصم شم 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 خلاص خلهم خلهم يروح يمين يروح يمين. ولد يذبحون يا ولد. حنا ايه عسكر يجيبون الحاله الحين كثير فايزين عليهم صح؟ ايه حلو حلو شي في كوره هي مباراه فايزين عليهم 1-0. لا يعني احنا اقوياء شويه انا اكثر منهم. يب ابشر بيقول روح روح عند الشقق. وين الشقق؟ هذا الا انا عجبني والله. طيب وش رايك بالله عليك ايش رايك؟ بالله ما تعطيني والله يعني يجي 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 تكفى عطني رتبه. انت الحين معك الرتبه. انت وش رتبتي الحين؟ اذا حد قال لي وش اقول؟ مسجد طب وش هو؟ اي مسجد. الى متى مسجد طال عمرك؟ لما تثبت نفسك وتصير جندي. تكفى عطني جندي والله اني كرفت اليوم احس والله يا وش كرفت انا يعني اليوم صابر عليك كل ذا والمفروض انك تنفص اصلا اطلع من فوق الجسر. من فوق الجسر المفروض اني فاصل. المفروض اني فاصلك من ربك اني معطيك فرصه ومخليك مسجد. ترى مسجد يباشر معنا وكل شيء. اثبت نفسك ترقى جندي. خلاص تم بثبت نفسي. والراتب متى ينزل؟ الربع كله نص ساعه ينزل لك راتب. حلو بتسلم راتبك اللي ما ادري كم. ايه تكفى براتب براتب تكفى. سجل دخولك انت. ما سجلت دخول انا. عضله فون فون الشرطه. الشرطه وينها؟ ايوه في تسجيل دخول. لا اي في تسجيل دخول. اي بلاك ما انت مسجل دخولك فما نزل لك راتب. سجلت دخولي الحين. خلاص بيصبر نص ساعه يجيك الراتب. والله نص ساعه ما يمديني طال عمرك. انا ماني بريبورت. انا هو كذا الرواتب. هو كذا الرواتب. انا كم تبي؟ انا اعطيك اول راتب اول ساعتين. طيب يعني الحين خلصت الاختبار صح؟ اي انا الحين قاعد اجربك ميدان والى الان امورك تمام يعني الحين تقريبا بس بدك تثبت نفسك. اثبت نفسي بالمقدم يعني الحين اتوقع اني خلصت. عاد تقول لي عاد في زياده خلاص. لا لا خلص خلص قول قسم بالله. والله خلص. الله يسعدك طال عمرك. صدق يا طال عمر بس برضو يعني عليه بلحظات ما يعرف يوقف ورا الماطن. اذا بنجربه بالميدان احنا. حبيبي نايف الله يسعدك. حتى شوف البريئه مو لابسها يعني لانه اعطاني بوكس طال عمره. اي انا نظرت خم وجهي كب الدرج يعسبني بس. انزل 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 اضغط عضله ار تي الحين. ايوه 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 الله حلا ذي. طيب الله يعطيك العافيه قائدي وباذن الله ان شاء الله راح اثبت نفسي انا اكثر واكثر زين باذن الله. الله يسعدك. ادنا القسم الحين. ابشر الحين معك سياره؟ اي معي كل شيء. انا بضبط وضعي انا الحين. انا مسفهل دامني نجحت في الاختبار. الله يجزاك. عرفوا القسم. يلا ابيك تودينا القسم. يلا طيب خلنا نشوف خريطه. شوف يدل القسم عاد ولا يا ولد يا ولد. ايش رايك؟ يب صادق يب. بسيربي يا بسيربي. ما هو ذا يا لوح. ما هو ذا. وينه؟ اصبر. ايش رايك فيه؟ ايه اخيرا اخيرا. لا دام يا طويل مره هذا بدا في تطور والله. الله حتى القسم مو يد... الله يستر. لا الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. الصاله ابشر بي طال عمرك يعطيك العافيه. الى هنا يا جماعه الخير وصلنا لهذا الفيديو. ان شاء الله يا رب انه عجبكم. واذا عجبكم اكتبوا الكومنتات اذا تبون نكمل السلسله هذه. حساب فيصل اللي هو عقاب احط لكم تحت بالوصف. واللي ما جرب وجبه فالكونز من كودو لانهم مدوا الوقت جربوها الان. مع السلامه. الله يحفظكم يدخلكم الجنه.